الراديو 90 90، هواها مصر. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على راديو 90 90. تليفوننا 2-18-10-866، الاس ام اس بتاعنا 1-90-9. الحقيقة المرء لا يملك كلاما ولا حديثا غير أن نستذكر رب العالمين بقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها ووضحنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. على فكرة جماعة، حكاية إنك راجع لربنا دي مفروغ منها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. هتروح لربنا يعني هتروح لربنا، حتى ما فيش فايدة. يعني أي إنسان متصور إن هو ممكن إن هو يهرب من يد الله سبحانه وتعالى يبقى متوهم، يبقى مش فاهم حاجة. يعني لو قتل إنسان، القاتل والمقتول هيحصل لهم إيه؟ هيرجعوا لربنا. المقتول رجع لربنا والقاتل هيرجع لربنا. إنما شوف القاتل بقى موقفه إيه؟ موقفه إيه بدم المقتول أو بدم من قتله اللي هيقابل بيها المولى سبحانه وتعالى جل وعلا؟ ما هو خد بالك، هو ربنا لا تضيع عنده الحقوق، ما هو خد بالك ربنا لا تضيع عنده المظالم. خد بالك اسمه يوم الدينونة لأن كل واحد سيدان بعمله يوم القيامة. اسمه يوم التغابن لأن في ناس هتحسد ناس على منزلتها يوم القيامة. اسمه يوم الجزاء لأن هيتحاسب فيه الإنسان في الجزاء بتاعه يوم القيامة. مفيش فايدة، مش هتقدر ان انت تهرب من ربنا ابدا باي حال من الاحوال. تقدر تهرب من الله؟ والله ما هتقدر ابدا باي حال من الاحوال. ربنا سبحانه وتعالى هو القادر، لانه بيقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ترجعون فيه الى الله لما بنعزي اسر شهدائنا اللي لقوا شهادة الله تبارك وتعالى، لقوا أجلهم المحتوم، لقوا ما عهدوا الله عليه. احنا بنعزي أسرهم على فراقهم، ولادهم على فراقهم، زوجاتهم على فراقهم، الآباء والأمهات الذين ثكلوا بفراقهم. لكن في الحقيقة احنا في نفس الوقت بنهني ان دول قدموهم للجنة، واحنا عندنا يقين. اصلي الجنة أمر غيبي، أنا نسيت أقول لكم، هي الأمور الغيبية كلها هي أمور ملناش فيها أي اختيار. الأمور الغيبية ملناش فيها أي اختيار أبدا بأي حال من الأحوال. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. عايزين بقى هيقولها لك ازاي اكتر من كده؟ يؤمنون بالغيب، يعني انت لازم تؤمن ان هناك غيب. الغيب اللي بنؤمن بيه ان هناك اله، الغيب اللي بنؤمن بيه ان ربنا سبحانه وتعالى اعد لنا جنات النعيم، الغيب اللي بنؤمن بيه ان في جنه، الغيب اللي بنؤمن بيه ان اللي بيموت على المبادئ بيموت على الشهاده، الغيب اللي بنؤمن بيه ان احنا عندنا يقين من رحمه الله، ويقين انه هينتقم لنا من الظالم، ويقين انه هينتقم لنا ممن قتل، ويقين انه هو هياخد حق الدماء، ويقين انه هيشفي قلوب قوم المؤمنين، ويقين انه هيذهب غيظ قلوبنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بس هي محتاجة يقين، وده امتحان يقين، وده امتحان يقين ولازم نقابل بيه رب العالمين. ده امتحان يقين ولازم نقابل بيه رب العالمين. ما عندناش الاستعداد لده يبقى ننسى معركتنا وننسى الجهاد بتاعنا وننسى الكفاح بتاعنا بتاع وطننا. احنا عندنا يقين ان شهدائنا في الجنة بمشيئة رب العالمين بما وعدنا الله سبحانه وتعالى. الموت على الحق شهادة، الموت على الإيمان شهادة، الموت على التسبيح شهادة،
الموت بمواجهة الأخطار شهادة، الموت بالقتل شهادة، الموت في سبيل الوطن شهادة، الموت في سبيل العرض شهادة، الموت في سبيل الكرامة شهادة، الموت في سبيل المثل وأداء الواجب والأمانة شهادة. احنا متأكدين من ده، احنا واثقين من ده، ما عندناش اي استعداد ان احنا نهتز ايمانيا ولا نضطرب. ايوه متغاظين، ايوه زعلانين، ايوه زعلانين، ايوه متألمين، ايوه احنا هنكذب متألمين ومتغاظين والقلب كله غيظ، امال ما هو ربنا حتى قال كده، قال ويذهب غيظ قلوبه، ما في غيظ في القلب، وقال ويشفي صدور قوم المؤمنين، الصدر ضاق، النفس ضاقت من هذه الجرائم التي تمارسها حثالة يحسبون أنهم يستطيعون أن يوقفوا هذا البلد. 100 مليون هتموتوا مننا كام؟ هتموتوا مننا مليون؟ عندنا 99 مليون. هتموتوا مننا 10 مليون؟ عندنا 90 مليون. احنا مش هنخلص، احنا موجودين بمشيئة رب العالمين، مصر مش هتنتهي ومش هيركبوها تاني ومش هيغزوها تاني ومش هيمارسوا الدجل متسلحين بالشعارات الدينية تاني. هؤلاء لا دين لهم ولا قيم لهم، وساعتها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات على راديو 90 وبرنامج لعلهم يفقهون، وأنا محتاج بصراحة أني أعيش في القرآن الكريم شوية، هنعيش في القرآن شوية ويا رب كده الآيات نقدر نقراها تاني. يمكن أنت عارف لما بتحضر عزة حضرتك، أما بتحضر عزة بتبقى قاعد في السرادق العزاء بتسمع القرآن بودن تانية خالص، انت بتلاقي نفسك ان انت بتسمع الآية كأن الآية دي اول مرة تسمعها في حياتك مع انها عدت عليك قبل كده. تعالوا ما نضيعش الوقت، وعشان الوطن كله دلوقتي في حالة عزاء على ابطالنا اللي اسأل الله ان يرزقهم الجنة يا رب العالمين وان يكتبهم من الشهداء. في سورة آل عمران حصل حوار مهم جدا، المسلمين عد عليهم هذا الموقف قبل كده، فربنا بيعزيهم. تفتكر ربنا لما يعزي ناس متلهم ميت يقول لهم ايه؟ على فكرة العزة ده مات فيه، كان سبب العزة انه 70 صحابي ماتوا، 70 واحد من اهل الجنة ماتوا، الامة قدمت 70 شهيد في غزوة احد، منهم سيدنا العظيم سيدنا حمزة أسد الله ومصعب بن عمير فتى قريش المدلل رضي الله عنهما. شو بقى لما ماتوا 70 واحد والنبي حزين والصحابة في حزن شديد، ويجي القرآن يقول إيه؟ اسمع يا سيدي. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خدت بالك من المعنى؟ يعني أرجوك ركز في الآية، ربنا بيقول إن ده قانون ربنا في الأرض، إني أنا أختار منكم شهداء. الشهداء دول هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجمل بهم جنته. قد خلت، قد تفيد التحقيق، خلت يعني عدت، يعني الكلام ده حصل قبل كده. قد خلت من قبلكم، خلت يعني عدت قبل كده، سنن يعني قوانين إلهية، قوانين إلهية ما فيهاش نوع من أنواع المفاوضات. قد خلت من قبلكم سنن يعني قوانين إلهية، مش مصدقين امشوا في الارض فسيروا في الارض. مين اللي بينتصر في النهاية؟ اللي بينتصر اهل الحق، انما الكذابين، انما النصابين، انما الناس المرتزقة، انما القتلة هيجي لهم يوم. اسمع الآية كمان مرة وانت تعرف ده. قد خلت من
قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اوعى تكذب بقانون ربنا. قد خلت من قبلكم سنن، ربنا بيواسي المؤمنين. وبعدين بعد كده بيقول لهم ايه؟ على فكرة اللي ماتوا منكم دول مالهم يا رب؟ قال هذا بيان للناس، ادي واحد، وهدى ادي اتنين، وموعظة ادي تلاتة. لمين؟ للمتقين. يبقى ربنا قسمها متقين وكذابين. المكذبين ادينا شفنا نصيبهم ايه، قد خلت من قبلكم سنن. هنا بقى بيتكلم عن المتقين، ده قال بيان ادي واحد، وهدى ادي اتنين، وموعظة ادي تلاتة. بطريقة القرآن بقى، شوف بيقولها ازاي. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس. اللي حصل ده يا جماعة بيان. شوف كده لما القوات المسلحة تقولك ايه، بيان من القيادة العامة ده بقى قربان. بيان مين؟ بيان ربنا. قلتلك عزة وبيان، وبيان اللي أصدره مين؟ رب العالمين. هذا بيان للناس إن المتقين هم دايما اللي حيفوزوا. المتقين هم دايما أصحاب، بصوا أصل حيفوزوا في الدنيا والآخرة. يعني شوف إيه أقصى حاجة يتمناها الإنسان؟ إنه يدخل الجنة. صح صح، أقصى، بص أي واحد فينا أقصى ما يتمناه يدخل الجنة. في حاجة بعد الجنة؟ أظن ما فيش حاجة بعد الجنة. ده منتهى أمل الطالبين، ده منتهى أمل المتقين، ده منتهى أمل الأتقياء والورعين. خلاص أهو بقى اللي بيقتلك وهو ظالم، اللي بيقتلك وانت بتأدي واجبك، اللي بيستحل دمك، اداك أجمل هدية انت منتظرها. علشان كده ربنا قالك دي تلت عصافير اصطدتهم انت بحجر واحد. بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان للناس اللي عندهم تذبذب، ما قالش بيان للمؤمنين. انت بتشوف قدام عينك اهو ناس بتموت على الحق، وناس بتموت وهي بتشرب، وناس بتموت وهي بتلعب قمار، وناس بتموت وهي جنوب، وناس بتموت وهم ما عملوش اللي عليهم، وناس بتموت وهم بيهربوا من البوليس بعد ما سرقوا ولا نهبوا ولا قطعوا الطريق، وناس بتموت علشان كانت بتسرق تيار كهربائي، وناس بتموت وهم يعني بيعملوا فاحشة. إنما دول بيموتوا عشان واجب. رجالتنا ماتوا عشان الوطن، رجالتنا ماتوا عشان ولادي ولادك، ورجالتنا دفعوا حياتهم تمن لسلامة وطنك، لسلامة أرضك. يبقى الحقيقة هذا بيان للناس. والناس المتذبذبة شوفوا الدروس العملية ايه، وهدى وموعظة لمن؟ مين؟ للمتقين. انما في عيب واحد بس ربنا حذرنا منه، خلينا نكون صرحة. يبقى ربنا عزة ادي واحد، وطلع البيان ده، الكلام ده في آل عمران، في سورة آل عمران طلع البيان في الآية 138 ادي اتنين، وبعدين راح قايل تحذير. يبقى عزاء ادي واحد، بيان ادي اتنين، تحذير ادي تلاتة. ايه التحذير؟ اسمع يا سيدي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسمعها تاني. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسمعها تالت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن يا سلام، أظن الكلام واضح. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ده تحذير. يبقى احنا قلنا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى أول ده عزاء، سنة معلش اللي حصل فيك ده بيحصل كتير، وده حاجة متكررة ومش هتكون آخر الأحزان. سامعيني؟ مش هتكون آخر الأحزان، لسه الفاتورة هتندفع. تمام. وبعدين يجي هذا بيان للناس وهدى وموعظة خلاص جه في التالتة راح قايل تحذير. ولا تهنوا
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إيه؟ مؤمنين. طب إيه الوهن؟ الوهن عشان تبقى عارف بيكون في الجسم. يقول لك أنا جسمي فيه وهن، واو هه نون، يعني أنت محبط تعبان مش عارف تتحرك، عندك إحباط، عندك يأس. اوعى ولا تهنوا، اوعى يجيلك الوهن. يبقى الوهن فين؟ في الجسم. طب خش على اللي بعديه، ولا ايه؟ ولا تحزنوا. الحزن فين؟ في القلب. يبقى لا في الجسم يجيلك احباط ووجع، ولا في قلبك يجيلك احباط ووجع. في الجسم ما يجيلكش احباط لان مش فاضيين، ورانا شغل، لسه المعركة ما انتهتش. ما احنا قلنا قبل كده واحنا في احتفالنا بستة اكتوبر، قلنا ان حرب 6 اكتوبر غير الحرب اللي بناخدها دلوقتي. الحرب اللي بناخدها دلوقتي اشرف واعظم واقوى 100 مرة من 60 اكتوبر بنقولها على بلاطة. ليه؟ لان في 6 اكتوبر كنت بتقابل عدو معلوم، انما دلوقتي انت بتحارب عدو مجهول. فاكرين الكلام اللي قلناه؟ في 6 اكتوبر المعركة كانت في حتة واحدة، على جبهة واحدة، على سيناء. دلوقتي المعركة في كل الجبهات، بيطلعوا لك في كل حتة، بيطلعوا في كل خرابة، بيظهروا في كل ظلام، بيشعلوا كل مجتمع. الهدف بتاعهم مش هدف محدد، ده كلنا أهداف هؤلاء الملاعين. في حرب 6 أكتوبر كنا بنحارب ناس على غير ملتنا، ناس يهود، إنما دلوقتي بنحارب ناس بيتسلحوا بالدين، بيتستروا ورا الدين، بيستخبوا ورا الدين. في حرب اكتوبر كنا بنعبر 6 قناة السويس وخط بارليف واحنا بنقول الله اكبر. دلوقتي بيذبحوا ولادك وهم بيقولوا الله اكبر، نفس الكلمة بس مش ضد اليهود. هم مش فاضيين يحاربوا اليهود. ليه مش بيحاربوا اليهود؟ لان ربنا بيقول ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. دول اعداء لينا احنا وبيتسلحوا بالدين. عارف لما في ليبيا قبضوا على شيخ مسجد بينتمي لداعش، الشيخ بقاله حوالي 4 سنين بيأمهم في الصلاة وهو اسرائيلي، هو ده اللي حصل، وجابوه على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه؟ لانه هو ده تدريب الصهاينة بيعملوا ده. الصهاينة بيجيبوا لك ناس يتكلمون بلغتك، يقرؤون القرآن بقراءتك، يدركون أحكام التجويد، يعرفون كيفية الأحكام الفقهية، يلتحون إذا أردت لحية، تتنقب إذا أردت نقابا، يعمل كل اللي أنت عاوزه بس يخترقك، يعمل الفساد من جوه. علشان كده ربنا بيقول لك اوعى تسيب معركتك ولا تهنوا، والتانية ولا تحزنوا. تحزين على ايه؟ حزين ان في واحد اتخرج، حزين ان في واحد دخل الجنة، حزين ان في واحد نال ما تمنى، حزين ان ربنا اتخذ مننا شهداء، حزين ان الوطن بيدفع فاتورته من دم رجاله وشبابه. لا يا جماعة، ما عند الله خير وابقى. احزنوا انا معاكم في الحزن، انما على مين؟ على نفسينا. نحزن على اللي سايبين الصلاة، نحزن على الضعفة، نحزن على اللي قاعدين يلطموا على القهاوي دلوقتي، نحزن على اللي شمتوا في وطنهم وفرحوا في ولاد بلدهم. إنما اللي ماتوا ألف سلامة عليهم، ألف سلامة. يكشي بس يعرفونا يوم القيامة، يكشي بس كل واحد يعرف شهيد منهم يقوله افتكرني، خد بالك مني، شملني معاك بعطف، بنظرة، بكلمة شفاعة يوم القيامة. أدي معنى ولا تهنوا. وإيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صحيح، وأنتم الأعلون إمتى؟ لو أنت مؤمن. إنما لو ما أنت مش مؤمن عمرك ما هتشوف لا رضا ربنا ولا عطاء ربنا. والله صدقوني إحنا عايشين في الدنيا أصلا بنموت لأتفه سبب، مش أحسن ما تموت في حادثة عربية، ولا في أكلة كشري مسمومة، ولا بمرض، ولا بأكسجين ناقص، ولا بخرطوم أكسجين اتقطع، ولا ببيت وقع، ولا يا عم نموت على حاجة تستاهل، نموت ونضمن الجنة.
ليه؟ وما عند الله خير وأبقى. لذلك يقولك إذا لم يكن من الموت بد، خلاص ما فيش فايدة، حنموت حنموت. فإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبان. من أمتع ما يمكن أنك تتدبر القرآن وتحس أن الآية لسه نازلة دلوقتي حالا. يعني عارف لما تحس أن الآية نزلت دلوقتي علشان تعرف أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، عشان تعرف أن القرآن خطاب ربنا ليك، عشان تعرف أن اللي خلقك هو اللي منك اللي جايب الكتالوج بتاعك اللي بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخي كل كلمة ليها مدلول وليها معنى. طب أقولك حاجة، اسمع، اعرض نفسك على مراية القرآن، اعتبر القرآن وحدة القياس بتاعتك، اعتبر القرآن وحدة القياس بتاعتك، وقيس نفسك بالقرآن، وقيس نفسك بالقرآن الكريم، شوف يا ترى انت ده، انت ده ولا لا، انت مع المؤمنين ولا مع الظالمين، مع المتقين ولا مع المسرفين، مع المقسطين ولا مع القاسطين، مع المتقين ولا مع الصابرين، مع المؤمنين ولا مع المعتدين، مع الشياطين ولا مع الصالحين، مع الأولياء ولا مع انت مع مين؟ حدد موقفك، شوف مرايتك في القرآن، فتش عن نفسك، ها شد فتش عن نفسك. ربنا اللي قال كده صراحة، اقروا الآية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم. دور على نفسك في القرآن، دور على نفسك في القرآن. لسه بنقرأ في الآيات بتاعت آل عمران آيات مؤثرة بشكل، ما هي الآيات أصلا بتاعت غزوة أحد، بتاعت اللي انت شايف انها هزيمة في أحد، دي مش هزيمة، ده قمة الانتصار. آيات أحد هي آيات آل عمران، اقرأ سورة آل عمران تعرف ايه اللي حصل في غزوة أحد. بس بقى ايه، تشوف ما يسمى بفن العزاء، اللي بيدور على فن العزاء في القرآن يقرأ سورة آل عمران. احنا دلوقتي مع الآية 140، بيقولها ثلاث خمس جمل في آية واحدة، خمس جمل في آية، وبيكلم المؤمنين بعد ما عزاهم وقال لهم اسمعوا، يعني لازم تصبروا على اللي حصل، يعني لأن اللي بيحصل دوت يعني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب يبقى كان ايه نوع من أنواع العزاء. وبعد كده راح قايل إن بيان من الله، هذا بيان للناس وهدى وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب وبعد كده راح قايل ولا تهنوا، التحذير بقى، يبقى كان عزاء وبعدين بيان وبعدين تحذير، التحذير اللي كان في الآية 139 آل عمران. وبيقول كده اسمعوا، نعم يا رب، باختصار وبوضوح، اوعى تهن وتحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب حلو قوي، جي بقى في الآية اللي بعديها اللي هي 140 راح قايل لك خمس تعليمات، تعليمات من القيادة العليا للكون، تعليمات من الله، تعليمات من الخالق. واحد، شوف يا سيدي ما تكبرش الموضوع، لأني هم بيتألموا زيك، زي ما انت بتتألم هم بيتألموا، فانت لازم تخليهم يشعروا بالألم، ورب الكعبة لازم نحسسهم بالألم، والله ما حنسيبهم إلا بعد ما نحسسهم وندوقهم، وإيه؟ وندوقهم الألم. وشوف انت تعرف، بص لما القرآن يقول في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لازم تجعل من نفسك أداة لأنهم يتألموا، كل واحد في مجاله. لو المتطرفين دول وتجار الدين والقتلة والإرهابيين بيتضايقوا من كلامي دلوقتي في خلال الإذاعة، من خلال الإذاعة أو من التلفزيون أو من الفضائيات، يعني والله لا كتر الكلام ده، ومش هخاف ولا شوف. بصوا كلنا فداء لهذا الوطن، كلنا فداء لكلمة الحق، كلنا فداء لهذا الدين،
والوطن من الدين والدين من الوطن، انسى اي حاجة تاني. فلو بيتضايقوا من كلامي هقوله تاني، وكل اعلامي لازم يعمل كده، وكل شيخ على منبره لابد انه يعمل كده. لو بيتضايقوا من كتاباتك يا صحفي او يا كاتب اكتب تاني. ايه خد بالك، هو ربنا قال كده، ايه يمسسكم قرح. القرح يعني ايه؟ يعني الجرح. لو انت اتألمت، ربنا بيقولك على فكرة هم برضو مش بلاستيك، هم بيتألموا، فخليك جد، كمل ضرباتك، كمل طرقاتك عليهم، هم بيتألموا وبيقولوا اي من قلبهم، وبيزعلوا وبيعيطوا وبيتجننوا، فاضرب اضرب، ما تسكتش، كمل كمل جهادك، اوعى تلقي سلاحك. ما تخافش ان اخوك مات، ما تخافش ان حبيبك وصديقك عجبها مات، انت وراك رسالة، رسالة هتورثها لولادك من بعدك. ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني بيقول لهم انتوا اتهزمتوا في احد، انتوا نسيتوا انكم هزمتهم في بدر. ما صحيح، هم قتلوا مننا شهداء، ما احنا قتلنا منهم ملاعين برضو. احنا نسين ان قتلنا منهم ملاعين الى الجحيم بمشيئة رب العالمين. مو نفس الشيء حصل. ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. المعلومة الجملة رقم اتنين، الكلام ده تخيل حضرتك كل الكلام ده في آية واحدة، يقولك وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك، هي كده. يقولك ايه؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هو في حاجة بتفضل على حالها؟ لا والله، حيتعروا، حيتكشفوا، حيتساقطوا، حيموتوا، حياكلهم الدود، حينتهوا، حيفلسوا، حتتصفى دماءهم ان شاء الله على ارض هذا الوطن لا قيمة لها. باذن الله حننتصر عليهم. وتلك الايام نداولها بين الناس. الجملة الثالثة، وليعلم الله ايه؟ الذين امنوا منكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول، هل هو ربنا مستني انه يشوف ان احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ لا، كلمة ليعلم هنا معناها ليعلم، يعني وليعلم الجميع بإذن الله الذين آمنوا منكم. فهمت؟ يبقى كلمة يعلم الله مش معناها ان ربنا لسه هيعلم، لا، ربنا يعلم الناس ان في ناس رجالة، ربنا بيوري الملائكة ان في. فاكر الملائكة لما بتقول لربنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ربنا قالش مش فاكرين اللي انت قلتوا عليهم دول؟ اهم تشوفوا يا ملائكة قد ايه مؤمنين. وليعلم الله الذين امنوا منكم، دي الجملة رقم كام؟ الجملة رقم 3. الجملة الاولى ده كل ده في آية واحدة، ان يمسسكم قرح. الجملة الثانية، وتلك الايام نداولها. الجملة الثالثة، وليعلم الله. طب الجملة الرابعة، ويتخذ منكم شهداء. ايه كلمة يتخذ دي؟ يعني يختار، يعين، يوظف، ها، يتوج، ايه رأيك؟ يبقى لو انت سمعت عن وظيفة في مكان محترم، لو انت سمعت عن وظيفة اعلن عنها في شركة كبيرة، ولا عند واحد مليونير، ولا عند واحد مشهور، ولا مع جهة عليا سيادية، ولا اكيد هتتمنى تحظى بشرف انك تتعين في الوظيفة دي. طب ايه رأيك لو ربنا هو اللي بيقترح عليك الوظيفة وراح قايل ويتخذ منكم شهداء؟ تحب تتقدم للوظيفة دي ولا ما تحبش؟ والمعلومة الخامسة اللي قولها لك، والله لا يحب الظالمين. اسمع واستمتع بالقرآن. مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اسمعها تاني. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني معنى كده ان المولى سبحانه وتعالى عمل لنا كل السيناريو ده عشان يطلع من دول شهداء ويطلع من دول ظالمين ويطلع من دول مجني عليهم ويطلع من دول معتدين ويطلع من دول أهل الجنة ويطلع من دول أهل النار. كل واحد هو اللي يختار. علشان كده بعت لنا النبي كشاف دليل نبراس: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإيه وسراجا منيرا. اختار طريقك بسرعة خلف رسول الله. رجعنا لكم أعزائي المستمعين على راديو 90 وبرنامج لعلهم يفقهون، وما زال دفتر العزاء مفتوحا لعزاء هذا الوطن الذي فقد هذه الزهرات اليانعات من أبطاله الذين ماتوا في الواحات ونحتسبهم عند الله من الشهداء، أو زي ما بيقولوا كده عندنا في الأحياء الشعبية: ما يعظموش على اللي خلقهم. احنا كلنا أمانات مستردة وودائع راجعة إلى ربها. انتوا حتى شوفوا الكلمة القرآنية العظيمة لما يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة. فاكرين كنا شرحنا لكم قبل كده كلمة مصيبة يعني إيه؟ مصيبة يعني مصوب ومصوب إليه. يعني إيه؟ يعني مصوب ومصوب إليه. طالما مصوب ومصوب إليه، أنا عارف المصوب إليه، المصوب إليه أنا وإنت، أنا وإنت المستهدفين. إنما مين المصوب؟ ده ربنا يا جماعة، ده ربنا يا خلق، ده ربنا يا عباد الله. هل يخطئ الله الإصابة؟ حاشا لله. إذن الله إذا أراد أن يصيب أصاب، انتهت. يبقى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. عشان كده المصيبة لابد من حدوثها لأنها تصويبة ربنا، تنشينة ربنا، خلاص انتهت القصة. فعشان كده قال الذين إذا أصابتهم مصيبة. يبقى أول ما تسمع إن اللي منشنها ربنا، اللي مصوب ربنا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلاص انتهت، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل واحد له أجل محتوم، لكل أجل كتاب، قانون، قانون مش هتخرج عنه. ريح نفسك يا اللي سامعني، انت هتموت في مكان محدد بتوقيت محدد بكيفية محددة. الموضوع دوت خارج عن إرادتي وإرادتك. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أيوه دي رقم 4. وما تدري نفس بأي أرض تموت دي رقم 5. 5 حاجات محدش يستطيع أنه يخالف فيها شيء. أمال إحنا مخلوقين ليه؟ مخلوقين علشان نمتحن، نبتلى، نختبر. ربنا بيقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني نمتحنه، نمتحنه. ربنا بيقول في كتابه العزيز: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. انت نسيت ولا ايه يا راجل يا طيب؟ هو خلق الموت والحياة عشان يبلوكم، عشان يمتحنكم، عشان يختبركم. يبقى بعد ما قال القانون بتاع الـ 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 القانون بتاع ربنا اللي قاله سبحانه وتعالى، اللي هو القانون القانون 140 في آل عمران، فاكرينه طبعا، ان ربنا بيقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لو بعدها قال: وتلك الأيام ندورها بين الناس، وبعدين قال: وليعلم الله الذين آمنوا منكم، أدي 3، ويتخذ منكم شهداء، أدي 4، والله لا يحب الظالمين، أدي 5، والله لا يحب الظالمين دي. وراح قايل لنا حاجة سادسة، السادسة دي خصها بآية وحديها، يعني 6 و7 الأهداف بتاعت اللي حصل. شوف تخيل، يعني واقعة عسكرية أو واقعة استشهادية انتقل فيها بعض زهرات المصريين من شبابها ومن خيرة رجالها إلى الله، أتاري وراها 7 أهداف.
خمس اهداف قالهم في آل وحديهم الايه 140 في آل عمران اللي هي يمسسكم قرح وتلك الايام وليعلم الله ويتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين. وراح قايل بعديها ايه حاجتين اتنين ورا بعض، وشوف المؤمن وشوف ايمانك، انت عندك ايمان ولا لا؟ يا ترى انت عندك ايمان ولا بتاع كلام؟ يا ترى انت عندك تسليم ولا بتاع كلام والسلام؟ يا ترى احنا مؤمنين بالله فعلا؟ علشان كده قال وليمحص الله الذين امنوا. يمحص يعني ايه؟ عارف يمحص يعني يعرضوا على الشدة. صحيح اللي احنا على فكرة اللفظ دوت عندنا في اللغة العربية احنا بنقوله بالعامية التحميص. تصور ان كلمة حمص اصلها محص في اللغة العربية، في اللغة العربية ميم حصد محص عرض على الشدة، عرض على ايه؟ اختبر معدنه. شوف اسمها محصة. فربنا بيمحص ايمانك، يمحص ايمانك بعرضك على الشدة، على شيء قوي، على البأس، على المواجهة. عشان كده قال وليمحص الله الذين امنوا، دي رقم الهدف السادس. وايه؟ ويمحق الكافرين. عرفت بقى الكافرين الى زوال ومصر باقية. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. نسمعها تاني. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نسمعها ثالث. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى ده الأهداف، دي الأهداف القرآنية. يعني اوعى تنظر إلى الحدث بمنظور سطحي، لا، وراه أدي سبع أهداف الآية 140 و141 قالتهم في آل عمران ورا بعض. دي بقى اللي حصل دوت في الواحات يا جماعة امبارح، هو ده رد على السؤال الناس اللي فاكرين دخول الجنة هيدخلوها سفلاء. لا، محدش هيدخل الجنة إلا بفضل ربنا، وفضل ربنا مش هيجي إلا لعباد ربنا، وعباد ربنا مش هيكونوا عباد ربنا إلا اللي بالإيمان بربنا، ومش هيبقى في إيمان بربنا إلا بالتضحية من أجل ربنا. كده الأمور واضحة، بنقولها بالبلدي. ربنا سبحانه وتعالى بيختبر، بيمحص. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا بقى بيسأل بعديها لفندية اللي عاوزين يخشوا الجنة سفلاء وهم قاعدين من غير ما يعملوا حاجة. عارف والله العظيم كأن القرآن بيتكلم عن نوعية من الناس بيسموهم ايه؟ جنرالات. كان الله يرحمه ويحسن اليه محمود السعداني، واخدين بالكم، كان يقولها، سموهم ايه؟ جنرالات المقاهي. مقاتل شرس وقعد على القهوة، محلل شرس وهو بيلعب طاولة، مفكر استراتيجي وهو بيسحب نفسين شيشة. في ناس كده. كل الفاتي، عارف الفاتي؟ احنا شعب ربنا يهدينا فينا ناس بتاعت فاتي، فينا، انا ما بعممش اهو. شوف بتوع الفاتي دول ما بيخلصوش. عشان كده ربنا بيقول للناس بتوع الفاتي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة خلاص يلا كده عشان انتوا كنتوا مسلمين وبس. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني ربنا ولازم يمتحن. كلمة ولما يعلم الله معناها ايه؟ ولما يعلم الله. اي حاجة مكتوبة في القرآن فيها يعلم، يعلم الله، يعلم الله، يبقى اعرف اللي معناها يعلم الله. لما تلاقي الفعل لا يليق بذات الله يبقى لازم تؤول هذا الفعل بما يتناسب مع كرامة وشرف أسماء الله وصفات الله. زي ما يقول ألم يجدك يتيما فآوى، هو ربنا تفاجئ وجد ده فعل يفيد المفاجأة. دخل فلان إلى بيته فوجد كذا، فتح فلان درج مكتبه فوجد كذا، يبقى يفيد إيه؟ المفاجأة. طب هو ربنا تفاجئ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، هو ربنا وجده اكتشفه يعني اتفاجئ بيه؟ حاشا لله. امال يجدك دي معناها ايه؟ معناها يوجدك، الم يوجدك،
يجد ألم يجدك يتيما فآوى، يعني يوجدك يتيما، هي إرادة إلهية. عشان كده قال ربنا بيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي لما يعلمكم الله، لما فعل أو حرف يفيد حدوث الفعل في المستقبل، تقول لي إيه؟ حضر خالد ولما يحضر سعيد، حضر زيد ولما يحضر سعد، حضر علي ولما يحضر محمود، يبقى لسه حييجوا في السك، جايين في السك. ها قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هيحصل. فربنا بيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، بيوريكم إن هيطلع منكم ناس مجاهدين، وهيطلع منكم ناس نصابين، وهيطلع منكم ناس كذابين، وهيطلع منكم اللي يبيعوا الوطن، وهيطلع منكم اللي يتحالفوا مع الأعداء، وهيطلع منكم اللي بيتسلحوا ورا الدين علشان يتسيدوا على الناس بالظلم والعدوان، وهيطلع منكم اللي بيستبيحوا الدماء الطاهرة، وهيطلع منكم المأجورين، وهيطلع منكم الرجال، وهيطلع منكم الأبطال، وهيطلع منكم أكثر الناس احتراما. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تعالوا اسمعوها من القرآن أحسن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اسمعها تاني لو سمحت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عاوزك تاخد بالك، الله يخليك، وهو بيقول الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يبقى خد بال حضرتك ان في حاجتين، مرتبتين، مرتبة اسمها مرتبة الجهاد ومرتبة اسمها مرتبة الصبر. حضرتك مش هتقدر تجاهد لو ما عندكش صبر. الصبر بتلاقيه مع الجهاد وإلا مش هيبقى فيه جهاد. الصبر هتلاقيه مع الصلاة وإلا مش هيبقى فيه صلاة. ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هتلاقيه مع كلمة الحق وإلا مش هتلقى كلمة الحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر هتلاقيه مع الالتزام والتدين، يعني هتلاقي الصبر هو الملازم لكل عبادة. أي واحد عاوز يعبد ربنا أو عاوز يحصل على فضل ربنا من غير صبر يبقى بيحلم. اسمعوا الآية كمان مرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدقت يا ربنا وتعاليت وأبدعت فيما قلت، قرآن شارح نفسه، والله ما محتاج تفسير. تعالوا بقى يا اللي هربانين من الموت، تعالوا بقى يا جنرالات المقاهي اللي هو بيحارب وهو قاعد على المقهى، اللي عاوز، اللي عامل نفسه راجل وهو مستخبي ورا 40 باب. هو الموت كلام، هو الوطن كلام، هي الكرامة كلام. تلقى كل واحد يقول لك مصر، انا بحب مصر، انا ما يهمنيش حاجه في سبيل، انا اقول للاعور انت اعور في عينه، انا ما يهمنيش. انما ساعه الجد، ها ساعه الجد يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويرغ منك كما يرغ الثعلب. او مال هتلقى ناس كتيره جدا كده، كل واحد يقول لك لا 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 لا، انا اقول كلمه الحق، انا ما بقول لك ايه، انا ما يهمني، انا ما بخافش من حد غير اللي خلقني. واول ما يسمع طرقعت بومبا، بس بومبا اتطرقعت جنب منه، تلاقيه عملها على ما هو الحقيقه كده. في ناس الرجوله عندهم كلام، البطوله عندهم تصريحات، حب الوطن عندهم يعني شعارات، انما في الحقيقه مفيش. طب تعالوا ناخد التليفون ده، الاستاذ اسامه معانا، اهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا فندم. انا بس بترجاك تقول حاجه تطفي النار اللي جوانا. اتفضل. تقول حاجه، نعمل حاجه تطفي نارنا. امال انا واحد والله يا شيخ جواه نار غريبه. انا عايز اقول لاهل الشهداء دي، انت اي واحد بيموت امه بس اللي بتزعل عليه، انما الشهيد ده امه بتزعل عليه. والله يا شيخ كانه بيموت، اقسم لك برب العزه هموت وزعلان، زعلان يا مصر، زعلان.
الناس دي نسيبهم ليه؟ فين انتوا يا رجال الازهر تطلعوا الفتاوي؟ فين طلقه الرحمه؟ فين طلقه الرحمه؟ الطلقه لما تضربها على ارهابي هترحم من باقي الناس. فين الفتاوي دي؟ فين الحاجات دي؟ الو ايوه يا سامح حضرتك اتفضل. فين الفتوى بتاع طلقه الرحمه؟ طب احنا دلوقتي يرضيك انت يبقى واحد مثلا مربي ابنه ولا واحده مربيه ابنها وتعبانه فيه ومعلمها شهادات عليا وتصرف عليه وتعمل، طب يجي طار واحد يرضيك انت الضابط يجي طار واحد؟ انت يرضيك واحد يتسجن في واحد يعني يجي يولعوا في ضابط يولعوا فيه ويحرقوه ويعملوا عليه بول؟ ماشي ما احنا تصرفات ناس مش هنقول باسلام ولا مش اسلام، انا ماليش علاقه، تصرفات بني ادمين دي تتساب، دي تتساب يا شيخ. فين فتاويك؟ فين فتاوي الازهر؟ فين الدين بتاعنا؟ لو انت مكاني دلوقتي حضرتك هتفتي بايه؟ عاوزين نسمع أنا منك. انا دلوقتي انا عن نفسي الواحد قصاده 100 من اللي في السجن، انا عن نفسي اقول كده. العيله الواد اللي شرد عيله ولاده لازم يتشردوا وعيلته لازم تتشرد. امال الردع ازاي؟ امال الردع ازاي؟ انا كان عاجبني السيد جمال عبد الناصر لما قال لك زرار العسكري اعدام، الرشوه اعدام، البلد فيها بلاوي يا باشا. الناس الكبيره دي تتعاقب، الازهر لازم يطلع فتاويه، لازم ناخد ناس قصاد ناس، مش هنفضل احنا تقه. هم دلوقتي هم خدوا قانون لما قتل ولادنا يا ابني يا عم الشيخ، طلعوا قانون قتلوا بيه ولادنا، وقاعدين الناس بره تحرك بناس هنا وناس تسمعهم، واحنا مش قادرين. هل احنا ضعاف للدرجه دي؟ ما الواحد قصاده 100 يا شيخ، اضرب المربوط يخاف السايب، ولا هندننا احنا كده، ندننا احنا كده لولادنا اهلنا تتحطر؟ انا عندي عيل ميت فحتى يا شيخ، اقسم لك برب العزه والعزه ربنا عطاني الصحه لحد ما اروح للمستشفى قلت له وروني مين اللي موته، لقيته ميت الاثنين، حتى راس براس وش في الوش العربيه الاثنين ميتين، ورحت واقع كانت قوتي لحد ما اخد طاره، ما لقيتش طار، كنت هموت، وده قضاء وقدر. ده قضاء وقدر ربنا. شد حيلك يا حاج اسامه. لا انا الحمد لله جامد، بس انا عايز الحق، انا عايز حق الناس دي، عايز الفتاوي بتاعتكم، عايز الكلام اللي في الدين اللي يقول كذا. ممكن تسمعني ثانيه واحده؟ اتفضل سيادتك. عارف لما سيدنا حمزه مات الله يرحمه، اول ما هند اللي قتلته فتحت بطنه بالسكينه قالت مطارينه وعمل النبي، قال والله لا اقتل بيه 40 واحد من قريش. قول هو ده الكلام اللي انا عايز اسمعه للاسف، هو ده الكلام اللي لازم السلطه تسمعه للاسف الشديد. القران الكريم راح ردد على النبي مباشره، قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هنلتزم طيب بالقانون، وحنلتزم بالشرع، وحنلتزم وحنلتزم بالصبر. ارد عليك بعد اذنك؟ يا ريت. سمعني. احترامك جميل ليك. قول. قانوننا لما تقرا القانون بتاعنا تحس ان اللي كاتبه ارهابي، اللي كاتبه ضلالي، مش كاتبه في خدمه الشريف. القانون بتاعنا البلطجي بتاعنا بعافيه يا عم الشيخ، يا عم الشيخ احنا القانون بتاعنا في هزلي يا عم الشيخ. انا برايح طالع اكل عيشي والشارع واقف عشان شويه مجرمين، ناس طالعه على اكل عيشها الصبح وناس رايحه تتعاقب. تعالى انا بضم صوتي لصوتك، تعالى نطالب بتجديد القانون، تعالى نطالب بمضاعفه العقوبه، تعالوا نقترح سحب الجنسيه من كل خاين جبان بيستحل دماء ابنائنا. القنوات اللي مفتوحه في بلاد ارهابيه بيشجعوا على إسالة الدماء وعلى التطاول على جيشنا وعلى شرطتنا، ليه ما تسحبتش الجنسية منهم لغاية دلوقت؟ ليه في ناس في وسطينا لغاية دلوقت بيعلنوا انهم تبع التنظيم ده او ده بكل بجاحة وبيهاجموا جيشنا وشرطتنا، ولحد دلوقت مفيش قانون رادع بسحب الجنسية منهم وبترضهم بره البلد؟ كل البلاد بتسحب جنسياتها، شوفوا اوروبا المتقدمة اللي حضراتكم بتتشدقوا بالديمقراطية اللي فيها، بيسحبوا الجنسية وبيطردوهم شر طردة من اي انسان بيثبت انه قام بعمل ارهابي او شجع عليه او قام بعمل عنصري او شجع عليه. احنا محتاجين فعلا يد حديدية. انا معاك يا اسامة، وشد حيلك، وشد حيلك يا مصر، وشد حيلك يا بلدي. اللي حصل ده بالنسبة لنا احنا
شيء قايد في قلوبنا نار، انما في نفس الوقت اوعوا تنسوا ان احنا كنا مستنيين. مستنيين ايه؟ مستنيين ان نلقى الله على شهادة، مستنيين ان نلقى الله على شهادة. عارفين انا بفتكر قصيدة أرملة الشهيد، أرملة الشهيد اللي جوزها مات، استشهد، انتقل الى رحمة الله، اللي ابنها على حجرها دلوقتي بتقول له ايه؟ بتقول له نام يا صغيري، نام يا صغيري، ان هذا المهد يحرسه الرجاء، من مقلة سهرت لآلام تثور مع المساء، فأصوغها لحنا مقاطعه تأجج في الدماء، أجدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء، وأمد كفي للسماء لأستحث خطى السماء. نم نم لا تشاركني المرارة والمحن، فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن، حتى أنال على يديك منا وهبت لها الحياة. يا من رأى الدنيا ولكن لن يرى فيها أبا. اللهم إنا نستودعك شهداءنا وديعة بين يديك يا خير مستودع، يا أرحم الراحمين، أحسن لقياهم منا وجاف الأرض عن جنبيهم، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لهم في أخراهم وتدخلهم الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنر ظلمتهم واجعل الجنة مثواهم، واقبلهم عندك في عداد الشهداء، واقبلهم عندك في عداد الشهداء، واقبلهم عندك في عداد الشهداء. اللهم ارحمهم برحمتك، وعافهم بمعافاتك، واغفر لهم بمغفرتك. اللهم اجعل لهم إلى الجنة طريقة وعلى الصراط رفيقة. اللهم اخلع عليهم خلعة الإحسان، وأفض عليهم بحنانك وفضلك يا حنان يا منان يا واسع الفضل والإحسان. اغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، اقبل منهم عملهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم من الذين تبشرهم بروح وريحان وجنة نعيم. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عن مصر خير الجزاء، اللهم جازهم عن شعبنا خير الجزاء. اللهم اجعل دماءهم لعنة في رقاب من استحل دماءهم، وفي رقاب من قتلهم، وفي رقاب من أطلق النيران عليهم. اللهم إنا نسألك أن تأخذ لنا بالثأر منهم، بدد شملهم، شتت جمعهم، فرق وحدتهم. اللهم اجعل الدائرة والكرة عليهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم لنا ممن ظلمنا، انتقم لنا ممن ظلمنا، انتقم لنا ممن ظلمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم إنا نتوسل إليك فلا تردنا، ونتمسك ببابك فلا تصدنا، ونقف بأعتابك فلا تخذلنا. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين المضطر، أنت تعلم غيظ قلوبنا، وتعلم ما في نفوسنا، وتعلم ما تكنه قلوبنا وأرواحنا. اللهم خذ لنا بثأرنا، اللهم خذ لنا بثأرنا، اللهم خذ لنا بثأرنا. اللهم انتقم لنا ولشهدائنا ولبلادنا. اللهم خذ لنا ثأر كل طفل تيتم، وكل امرأة ترملت، وكل أم ثكلت ولدها، وكل وطن فقد أبناءه. اللهم إنا نسألك النصرة من عندك. أين نصرك الذي وعدت؟ أين نصرك الذي وعدت؟ يا خير دافع، يا أعظم نافع، يا أقوى من نفع، يا أعظم من دفع، يا كاشف البلاء،
يا سامع الدعاء، يا سامع الرجاء، يا مستجيبا للبكاء، يا رافع السماء، يا سامع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا غياث المستغيثين، يا سامع المضطرين، يا كاشف الضر عن المضرورين، يا سامع دعاء المظلومين. استجب لدعاء كل أم فقدت ولدها، لكل أب التهب كبده حزنا على فراق ولده، على كل ابن لن يرى أباه بعد هذه الليلة وبعد هذا اليوم. يا رب يا رب يا رب، أنت القوي، ها نحن نستجير بك، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك، وليس لنا سواك ندعوه، وليس لنا سواك نرجوه، فلا تكن إلى غيرك ولا تلجئنا إلى سواك يا أرحم الراحمين. أجب دعاءنا وانتقم لشهدائنا، انتقم لهم يا جبار يا رافع السماء، يا متين يا قوي. الحق عندك والفضل عندك والمدد مددك والقوة قوتك والنصرة نصرتك، أنت القائل إلا تنصروه فقد نصره الله. اللهم انصرنا على أعداء دينك، اللهم انصرنا على أعداء هذا الوطن، اللهم انصرنا على من يستحلون دماء أبنائنا، اللهم انصرنا على من يعتدون على أمننا ويروعون المواطنين عندنا. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تسمح ولا تدع الوهن والجزع والخوف والقلق والمرض يتسلل إلى قلوبنا، اللهم لا تزرع الخوف في قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا ووحد صفوفنا وازرع الأمل في قلوبنا ونفوسنا. اللهم إنا نسألك ألا تلجئنا لغيرك ولا تلجئنا إلى سواك، اللهم لا تجعلنا كالأيتام على موائد اللئام، اللهم لا تجعل مصائرنا وأقواتنا في أيدي أعداءنا يا رب العالمين. اللهم احمي حدودنا واحفظ مصرنا واحفظ تراب هذا البلد واحفظ سماء هذا البلد واحفظ رجال هذا البلد واحفظ شرطة هذا البلد واحفظ جيش هذا البلد واحفظ شعب هذا البلد. يا نصير المظلومين، يا سامع الشاكين، يا سامع الداعين، يا سامع المتألمين، اجعل كل قطرة دماء صرحا يبنى في هذا البلد في مصرنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على الإرهاب نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرنا على الإرهاب نصرا عزيزا مؤزرا، ولا تدع بأسنا بيننا، ولا تدع بأسنا بيننا يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت القائل وقولك الحق، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا بنصرك يا رب العالمين.